أكو قصة الآن أيضا أنه خلال الجهود الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية طرح مشروع، أنه الآن هذا المشروع أمام نتنياهو لدراسته، أنه يتعهد نتنياهو بإيقاف الحرب بشكل كامل وحل الدولتين، اللجوء إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية مقابل قيام السعودية بالتطبيع مع إسرائيل فيما بعد إذا التزم نتنياهو. إلى أي مدى هذه المعلومة دقيقة؟ هو الشروط هذا الحقيقة هو جوهر الشروط السعودية، هو إيقاف العدوان نعم على غزة وعلى لبنان وعلى المنطقة كلها، هذه نقطة. والنقطة الثانية والجوهرية هو مسار مضمون ومعتمد عليه ومعترف فيه لقيام حل الدولتين، وهذا هو ما تشدد عليه المملكة وأنشأت في سبيله تحالف دولي سيعقد اجتماعه الأول في الرياض في المستقبل المنظور، والتحق به الآن 60 دولة، وهناك دول أخرى ستنضم إلى هذا التحالف الدولي للضغط من أجل حل الدولتين، والمملكة مصرة على حل الدولتين أو على مسار. إذا وافق نتنياهو ووافقت نعم إسرائيل نعم على نعم هذا، إذن ستكون السعودية ملزمة بالتطبيع مع إسرائيل، هذا مقابل ما هذا. ما هو تطبيع؟ عفوا، ترى المصطلحات يساء فهمها. المصطلح لا صح. إقامة علاقة التطبيع شيء وإقامة علاقات دبلوماسية شيء آخر. التطبيع هو يعني تطبيع الأوضاع كلها، و يعني بما فيه التطبيع الاجتماعي والثقافي والفكري، وهذا غير موجود حتى الآن. مصر بعد نحو 40 يعني عام مثلا على مستوى تمثيل السفارات، تبادل سفراء، تمثيل وتبادل ثقافي وتبادل يعني شو تمثيل دبلوماسي، هذا شنو فرق عن التطبيع سيد العقيلي؟ بماذا يختلف؟ تطبيع يعني تطبيع الأوضاع الثقافية والاجتماعية، وأنا لا أجد أنه مصر بعد 40 عام إنها الآن في حالة تطبيعية مع إسرائيل. طيب هذا نفسه ممكن أن يكون في السعودية إذا لم تقم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وعلى كل حال المملكة مصرة على هذا نعم. على هذا الشرط الجوهري والرئيسي المتعلق بالعلاقة مع إسرائيل.